تعتبر أن هذا العمل لا يقارن بأعمالها السابقة من حيث الشغف والتشويق والوتيرة السريعة والأحداث المتسارعة للحبكة. خرجت الممثلة والكاتبة كارين عن صمتها وردت على طريقتها الخاصة بتغريدتي على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر، حيث طلبت من الجميع الانتظار ولا يخاف إلا من العمل الذي تبدأ أحداثه بشكل بطيء، وأكدت أن الآتي سنفاجئ الجميع فلا يستعجل. يتضمن العمل فيه الكثير من المواقف الكوميدية والكثير من الرومانسية، إضافة إلى شخصيات فكاهية ومواضيع مصدقات من مجتمعنا وحياتنا اليوم.